خلينا نروح لحاجة حلوة بقى من الحاجات المحترمة اللي بتحصل في بلدنا. انتوا عارفين طبعا انه احنا عندنا بعثة أثرية مصرية 100%، وده بالمناسبة يعني، وده الحال بقاله كذا سنة، موجودة في سقارة قاعدة بتشتغل. فأنا مثلا قعدت اتفرجت على الفيلم بتاع سقارة على المنصة الشهيرة جدا اللي مش بتاعتنا يعني، لأن الفيلم نازل هناك في المنصة دي لأنه إنتاج الناس دول مش إنتاجنا. فأنا بقى إيه من ساعتها وأنا بقيت مركز جدا مع البعثات المصرية. وأنا أتذكر كويس قوي إن أنا كنت بكلم الدكتور مصطفى وزيري فبقول له بنتي نفسها تدرس علم المصريات يا دكتور، رشح لي مجموعة جامعات نقدم فيها على وعسى ناخد منحة. فرد علي بالآتي، قال لي هو اسمه إيجيبتولوجي وهدرسه في فرنسا ولا في أمريكا ولا في إنجلترا ليه؟ ما ندرسه عندنا، الأثريين بتوعنا مية مية، مفيش فرانكولوجي، مفيش أنجليولوجي، مفيش أمروكولوجي، لكن في إيجيبتولوجي. يا يوسف خليها تدرس الإيجيبتولوجي هنا. ده كلام دكتور مصطفى وزيري. طب شوف البعثة عملت إيه، بتكشف أول وأكبر خبيئة في منطقة أثار سقارة. احنا مش قلنا دكتور مصطفى وزيري يبقى معانا على التليفون؟ سؤال يعني بس علشان أصدقائي زملائي، دكتور مصطفى وزيري ما بيردش، معقول يبقى مشغول؟ يا خبر أبيض. طيب أكيد مشغول عندنا. احنا معانا بقى على التليفون دكتور صبري فرج، مدير عام منطقة سقارة، واحد من كبار أثريين، منورنا على التليفون. أهلا بيك يا دكتور. خلينا نتكلم أكتر على المسألة بتاعت الخبيئة الأثرية اللي في سقارة. احنا النهاردة بنعلن، وزارة السياحة والآثار أعلنت عن كشف أثري بمنطقة آثار سقارة، المنطقة الأثرية التي تحتوي على العديد من الأهرامات والمقابر، وأهم هرم في تاريخ البشرية هرم الملك زوسر من الأسرة الثالثة، وهو أول بناء حجري في تاريخ البشرية. كويس. الإعلان عن الكشف اليوم في جبانة معبد المعبودة باستت، وهو داخل سور محاط 400 متر في 400 متر. احنا بنشتغل قدينا اربع مواسم على مدار اربع سنوات. في خلال الاربع سنوات من 2018 اكتشفنا مقبرة وحدي، واكتشفنا مقابر عصر متأخر، واكتشفنا الآبار واكتشافات المومياوات الحيوانات المقدسة اللي منها النمس والأسد والقطط والثعابين والجعارين ومومياوات مومياوات في مومياء لديسنس صغير، الى جانب مومياوات محنطه كثيره. اليوم احنا بنعلن عن اول خبيئه برونزية في جبانة البوباستيون، اللي هي بتحتوي على أكثر من 150 تمثال مختلف الأحجام والأنواع، تماثيل للإله أوزوريس، تماثيل للإلهة باستت، مجموعة تماثيل للقطط لباستت، مجموعة رؤوس تماثيل. أهم ما يميز تمثال سيدة شايلة شنطة بيدها، وفي تمثال تاني فريد اللي هو تمثال رائع جدا، هو تمثال الوزير أم حتب، ودي طبعا مهم جدا، وهو التمثال ده يرجع إلى العصر المتأخر، هي مجموعة تماثيل ترجع إلى العصر المتأخر. إلى جانب هذا الكشف عن الخبيئة، إحنا طبعا مستمرين برضو في العمل. تم الكشف عن مجموعة آبار، من أحد الآبار فيها يعني فيها مجموعة من التوابيت. تم الإعلان عن 35 تابوت اليوم، وعندنا أكثر من 250 تابوت في الموقع. طب عظيم جدا. طب انا عندي سؤال يا دكتور صبري بعد اذن حضرتك، المجموعه اللي اشتغلت على كشف مقبره وحدي واللي كشفوا السر يعني عموما، لان انا قعدت اتفرجت كويس على هذا الفيلم الوثائقي، هم نفس المجموعه اللي اشتغلوا على كشف هذه الخبيئه؟ هو حضرتك احنا فريق عمل برئاسه دكتور مصطفى وزيري. حلو. هو رئيس البعثه المصريه،
وانا المشرف على الحفاير. حلو قوي. زميلي الدكتور محمد يوسف واستاذ احمد ذكري واستاذ حماده، دول فريق العمل ومستمرين منذ 4 سنوات في في جبانه البوباستيون. في يعني انتوا نفس الفريق العبقري هو هو نفس المقبره ونفس يعني احنا نفس اكتشاف المقبره بوجود الدكتور مصطفى، وبرضه في واثناء برضه الكشف عن المومياوات كنا احنا نفس الفريق. واحنا اصلا في جبانه البوباسي هي موقع حفاير المجلس الاعلى للاثار برئاسه الدكتور مصطفى، واحنا فريق العمل معاه. حلو قوي. واحنا مستمرين في الموقع ده ان شاء الله، وفي مزيد من الاكتشافات ان شاء الله اتوقع ذلك مستقبلا باذن الله. لان من متابعتي لكشف المقابر او المنطقه بتاعت سقاره اللي اتصورت واتعملت فيلم وثائقي، فواضح جدا انه الفريق فعلا فريق يشرف. يعني حضراتكم مجموعه تشرف، ده بجد مش هزار. انت شرف لينا. لا 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 خالص 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 اطلاقا، اقل واحد يعني. في النهايه انا بقوم بدوري كصحفي تلفزيوني، حضراتكم اللي بتعملوا عمليه اثراء للانسانيه يا دكتور. هو مجهود ان شاء الله من ربنا، الحمد لله. وبيكلم المجهود كل اللي بي يعني لكل مجتهد نصيب. بصراحه عندنا دكتور مصطفى من الشخصيات المحترمه جدا، واول ما جاء ومسك الامانه العامه للمجلس تطور في منظومه العمل الاثري بصراحه. اصلا انا شايف ما شاء الله انه دلوقتي كل البعثات بقت مصريين 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 طول الوقت. اشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك يا دكتور صبري، وهنجيلكم يعني احنا لازم نصور هذا الحدث العظيم. دكتور صبري فرج، مدير عام منطقه سقاره.